إيران حقيقة، أنا قلت وما زلت أقول بأن 7 أكتوبر تم بدون علم إيران، لأنه ورط إيران حقيقة، ورط حزب الله، ورط الميليشيات العراقية. هذه كانت في ذاك الوقت في طور محاولة التهدئة والتفاهم مع الطرف الأمريكي، بالذات مع حكومة بايدن. وكانت تتمنى يعني وما زالت تتمنى أن إدارة بايدن تفوز بالانتخابات، لأن إيران كانت تعتقد بأن بإمكانها أن تدخل بنوع من التسوية مع إدارة بايدن، والوصول لاتفاق نووي ورفع الحصار الاقتصادي إلى آخره. ضربة 7 أكتوبر فاجأت إيران وفاجأت إسرائيل وفاجأت أمريكا وفاجأت المنطقة بشكل عام، وأدخلتها في نفق مفتوح أدى إلى تغيير معادلة القوى السياسية والعسكرية في المنطقة، ورط إيران حقيقة. لذلك ترى إيران من 7 أكتوبر إلى اليوم تتحاشى الدخول ودعم لحماس في غزة، بغض النظر عن هذا الخطاب الاستهلاكي إلى آخره. هي تتحاشى هذا التصعيد وتحاول التهدئة حتى تتوصل إلى نوع من الوفاق مع أمريكا. ولكن الآن مع التصعيد في جنوب لبنان وضرب حزب الله، طبعا حزب الله بالنسبة لإيران، حزب الله هو إيران، فبالتالي هو أهم الميليشيات الشيعية وميليشيات في العراق أو الحوثي في اليمن إلى آخره. هنا أصبح في المرحلة خطرة، ولكن إيران ما زالت تحاول أن تتحكم بردود أفعالها، بتعطي يعني رسائل إلى هذه الميليشيات بضرب محدود، مجرد رسائل إلى إسرائيل بعدم التصعيد. ولكن في لحظة ما وفي حالة تم اجتياح بري لجنوب لبنان وإن كان محدود، هذا سيضع ضغط كبير جدا على إيران للتدخل بشكل غير مباشر عن طريق هذه الميليشيات، وهنا يصبح استهداف هذه الميليشيات في العراق يعني هدف محتمل جدا للجيش الإسرائيلي. نعم.